أعلنت وزيرة السياحة رانيا المشاط أن السوق الألمانية تعتبر من أكبر الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر. وخلال افتتاحها الجناح المصري المشاركة في بورصة برلين السياحية، أشارت المشاط إلى أهمية المشاركة في هذه البورصة باعتبارها التجمع السنوي الأكبر لصناعة السياحة العالمية. وصمم الجناح المصري بتكنولوجيا حديثة لعرض الآثار المصرية بتقنية الهولوغرام، كما تم توفير تقنية الواقع الافتراضي للترويج للمتحف المصري الكبير. لمزيد من التفاصيل حول بورصة برلين للسياحة ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف الأستاذ سامح عبد المنعم الخبير السياحي ومدير مجموعة فنادق بمصر. أهلا وسهلا بحضرتك، وفي البداية خلينا نتعرف على مشاركة مصر في معرض برلين السياحي، خاصة أنه في تكنولوجيا جديدة تم استخدامها في الجناح المصري. أهلا وسهلا بحضرتك. الحمد لله، طبعا زي ما حضرتك عارفه ان معرض الاي تي بي هو اهم بورصه سياحيه في العالم. النهارده الحمد لله يعني كان في زوار كتير للجناح المصري من مختلف دول العالم، من نقلاء السياحه والسفر، سواء من المانيا، من ايطاليا، من كل دول العالم تقريبا. النهارده كان في استخدام لتقنيه التصوير الرقمي، ودي كانت مهمه جدا. كان في تسويق للمتحف المصري الكبير، كل الناس النهارده بتتكلم عن المتحف المصري الكبير اللي منتظر افتتاحه في 2020. كذلك كل الفنادق تقريبا من مصر كانت موجوده، وبنسبه كبيره شرم الشيخ ومصر واسوان والنايل كروز. يمكن ده ما كانش موجود السنه اللي فاتت واللي قبلها نتيجه ان ما كانش في زوار او ما كانش في تعاقدات للديستنيشنز ديت، لكن السنه دي في طبعا كل تقريبا فنادق شرم الشيخ مشاركه، كل فنادق الاقصر واسوان والنايل كروز، ده طبعا الى جانب الغردقه ومرسى علم. ممتاز. طبعا السياحه الالمانيه بتعتبر من أبرز الوفود القادمة إلى مصر، بالذات في المناطق الساحلية على البحر الأحمر تحديدا. هل حضرتك بتشعر أنه ربما تكون هناك عودة جدية من قبل السياحة الألمانية وأيضا السياحة الأوروبية التي كانت تعتمد عليها مناطق مثل شرم الشيخ والغردقة بشكل رئيسي؟ حضرتك، هو السياحة الألمانية في الغردقة والبحر الأحمر عموما هي موجودة، ويمكن حققت أرقام ما وصلنا لهاش قبل كده، ولكن هو بالنسبة لشرم الشيخ هي شغالة ولكن بنسب قليلة طبعا، نتيجة حضرتك عارفة إن لسه بعض الناس قلقانة من شرم الشيخ، ولكن في نفس الوقت النهاردة على حسب ما احنا سامعين من التروبريترز ومن الناس الشركات الألمانية إن هم من المتوقع إن هم يزودوا الأعداد ديت ويزودوا عدد الكراسي وعدد الطيارات اللي هي هتنزل في شرم الشيخ. ايه المتوقع تحقيقه من خلال المشاركة في هذه البورصة؟ يعني هل في أرقام محددة لوفود مثلا بتستهدفوا تحقيقها خلال بورصة برلين؟ بالتأكيد السوق الألماني هو سوق مهم جدا للسياحة المصرية، ويمكن احنا قدرنا نوصل لأكثر من 1,200,000 أو 1,300,000 سائح السنة اللي فاتت. يعني احنا السنة دي بنتعشى إن شاء الله في ربنا إن احنا في سنة 2019 نقدر نوصل لـ2 مليون سائح ألماني. كذلك برضو زي ما بقول لحضرتك قبل كده او زي ما قلت لحضرتك قبل كده ان المعرض ده معرض مهم جدا من دول العالم كلها، فالنهارده موجود ناس من صربيا بيتكلموا على السياحه لمصر في الصيف اللي جاي، موجود ناس من رومانيا، الايطالي طبعا الناس بيتكلموا كويس جدا عن مصر، ويمكن شرم الشيخ ومرسى علم هم بيستهدفوا شرم الشيخ ومرسى علم في الصيف اللي جاي دوت وبعدد كبير. طيب، عموما فقدنا الصوت في آخر كلمات لكن وصلتنا الفكرة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذ سامح عبد المنعم الخبير السياحي.